السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم بفيديو جديد. النهاردة احنا في محل بيبي كتكوت الدور الثاني عشان نجيب لكم حاجة المواليد. طبعا حاجة البيبيهات هناك قمر خالص، يعني زي ما بقول لكم كده بتنافس البراندات العالمية، ولا بقى الاكسسوارات والحاجات الحلوة بتاعت البيبي. هتتفرجوا على حاجات حلوة جدا، وكل الحاجات اللي بتحتاجها الأم والبيبي عندنا حاجات روعة وأسعار من أول 10 جنيه. نصور النهارده من اسكندريه. النهارده يا جماعه جايبه لكم حاجات بيبيهات بسعر المصنع، لان جايبين من المصنع نفسه. كتكوت ده منفذ بيع موجود فين؟ اسكندريه سيدي بشر، الشارع اللي احنا فيه ده شارع ملك حفني، يعني بعد لو حضرتك جايه من فيكتوريا بعد محمد نجيب، تمام، بعد محمد نجيب اللي هو تقاطع بتاع محمد نجيب، ولو جايه من ناحيه القطر بتاع سيدي بشر من عند الحي هتمشي شوية بعد بلبع باربع شوارع. ادي كتكوت اهو، شارع ملك حفني بين سيدي باشا وبين فيكتوريا. تعالوا بقى نشوف ايه اهم الحاجات. احنا دلوقتي في قسم الايه؟ المواليد، صح؟ مظبوط. العروض الحلوة بقى النهاردة والاسعار. كل منتجاتنا مصنع كتكوت بيبي، تمام. خامات كلها مكفولة، وخامات عالية جدا، قطن بيور وميلتون وقطيفة. دي بيجامات مواليد بيبي. أيوة. من زيرو لثلاث شهور. الله ينور، جميلة جدا. دي بروح معاكي من 150 لحد 160. من 150 ل 160، ده احنا دلوقتي هنسمع كمان اسعار حلوة قوي. وفي حاجات زي دي كده اتقل شوية، دي مبطنة، تمام. دي اسعارها بتروح معنا من اول 190 لحد 230 زي الفل. دي خامات كلها مبطنة، حلوة قوي. وفي سلوب الكوفرتا دي، كوفرتة البيبي دي من مصنع كتكوت، يعني حتى الكوفرتة مش سايبينها، ده احنا دلوقتي هنشوف حاجات حلوة قوي. دي مبطنة من كلها من جوه. وبكام بقى دي؟ دي نزل عليها عرض من 300 ل 250. 250، في طبعا منها كذا لون. في كذا لون، في حاجات كده، في حاجات زي دي كده، دي سلوبيت فناتي مبطن فرن، تمام. الخامات بتاعتنا كلها مكفولة، سوستة حاجة قمر خالص. وسلوبيت القمر التقيلة دي بكام؟ دي نزل عليها عرض من 400 ل 250. 250، تمام. ده وفي منها اللون ده زي الفل، الله ينور. بقى بطانية دي من كتكوت، ايوه، مبطنة من جوه، حلو. هي بطانية وفي نفس الوقت ممكن تتعامل مع حضرتك كوفرتا. وبكام بقى؟ دي تطرزها، تمام. دي نازل عليها عرض من 340 ل 260. 260، حلوه قوي. طبعا عايزه اقول لكم لو هتتفرجوا بقى على السلوبيتات بناتي وولادي، احنا موجوده اسعار السلوبيتات معانا من كام يا استاذ عبد الله؟ والبيجامات السلوبيتات بتبدا مع حضرتك من 150 لحد 195. من 150 لغايه 195، مش مكمله 200 جنيه. بس في حاجات برضو انا شايفاها هيفي شويه، مثلا زي ده كده خروج. ده خروج، نازل برضو عليها عرض من 300، نازل عليها عرض 260. 260 ده مبطن من جوه فر، حلو قوي ما شاء الله، اشكال جميله جدا. طبعا الخامات كلها مكفوله، يعني سلوبيت الكباسيل فيها، بصوا افتحيها بالطريقه اللي بتعجبك، يعني ما تخافيش افتحي على طول بقلب جامد. الكباسيل مكفوله كلها، خامتها كلها مبطنه من جوه زي الفل، حتى الطباعه اللي فيها حاجه جامده يعني. تمام. تعالى اقول لكم بقى ان في كمان ادوات، صح كده؟ الادوات اللي هي زي اكسسوارات، يعني عندنا طواقي. بكام بقى الطاقيه من اول كام كده؟ تبدا مع حضرتك من 10 جنيه والله لحد 25 جنيه. يعني الطاقيه بادئه معانا من 10 جنيه، دي طاقيه دي بكام دي؟ القمر دي ب 15. دي ب 15، حلو قوي. دي قطن طباعه، الله ينور. طاقيه بادئه معانا من 10 جنيه، في كذا شكل. في كذا شكل، في القطيفه وفي الميلتون وفي لشكل دباديب كده مثلا، زي دي كده، حلو قوي. لشكل دباديب دي بكام؟ دي عامله 20. دي عامله 20 جنيه. حلوه جدا ما شاء الله. دي قطن بيور زي الفل، اشكال تحفه. تعالوا بقى اتفرجوا وهاتوا بنفسكم. في شحن موجود ده عندي، في شحن، وفي جمله وقطاعي طبعا، جمله وقطاعي زي الفل. بص بقى كمان اللي هي دي كفوله، دي اسمها ايه؟ بافيتا. ايوه البافيتات دي برضو من كتكوت بيبي، حلوه قوي. في برضو في كذا شكل ليها، مبطنه ومن تحتيها فيها مشمع، عشان البيبي هدومه ما تتبلش، حلو قوي. والتطريز بتاعها الواحده ب 35، 35 منها سكوتش، وفي منها رباط اللي هي كده اهي، في واحده انا شايفاها رباط اهي، ايوه، يعني زي ما انت عايزه بقى، رباط او سكوتش. وفي هنا طبعا إيه دي هي البافيتا الطبق،
بافيتا الطبق موجوده، دي مشمع كلها. ايوه كباسيل طبعا مكفوله، تحط في رقبه العيل كده وتف. ايوه وده الطبق فيها ان هي تفكه تمام، ان هي تركبه تاني زي ما انت عايزه. تمام. ودي بكام دي؟ دي عامله 25. 25 جنيه تمام. طبعا عايزه اقول لكم في اكتر من شكل، تعالوا ندخل بقى عشان انا الدريس ده كنت شايفاه، ده دريس بيبي برضو. ده دريس بيبي، بصوا القمر، فرجوه لنا كده يا استاذ عبد الله. ايوه ده دريس بيبي. ايوه قط، هو صيفي بس برضو نزل عليه عرض من كتكوت. تمام. الدريس كان عامل 235، نازل دلوقتي عليه عرض ب 100 جنيه. 100 جنيه وتهيألي في منه لون تاني كمان، في منه اللون ده الموف. ايوه قمر عسل خالص زي الفل. في كمان الكاري كوت موجوده و... الكاري كوتات في حاجات زي دي كده، اهي حاجه زي كاري كوت اهي مع الشنطه بتاعته. الشنطه حلوه قوي، فيها بقى كل حاجته. ده دلوقتي هنفرجكم على البيبرونات والحاجات الحلوه. دي مكتبه. ايوه وتعمل كام بقى الكاري كوت؟ من جوه الكاري كوت بيبدا مع حضرتك من 185، اعلى حاجه عندي ب 450. من 185 450 طبعا. ورا حضرتك كمان موجوده الاطقم بتاعه السبوع. دي تقومه السبوع، دي خريفي. ايوه دي تقومه معاها كوفرتا. تمام. طقم معاه كوفرتا نفس التطريز. الله ينور. كوفرتا ساده ما فيهاش الا تطريز بسيط زي الفل، ومعاه طاقيه. ده طقم ثلاث قطع نازل برضو عليه عرض من شركه كاتكوت ب 150. 150 وده كده عامل 135. 135 لان ده معلوش كوفرتا، معاه سالوبيت داخلي ومعاه بافيتا. طبعا بيختلف الكوفرتا غير السالوبيت الداخلي. واللي عليه تاج ده معاه كوفرتا. تطريز كله. الله ينور. ده نازل برضو عليه عرض ال 170 من 200 زي الفل. وفي حاجه زي ده كمان، ده يعني خمس قطع. اختار اللي انت عايزاه، خمس قطع. ده برضو عليه معاه كوفرتا وداخلي ومعاه الطاقيه وسالوبيت برضو. ده برضو عليه عرض من 200 ل 175. تمام. تعالوا بقى ندخل كمان نشوف الحاجات التانية. انا شايفه برضو دي اللي هي دي شرابات. اشكال لكليك كده، مش لكلوك، هو شراب عليه شكل، شكله حلو قوي. ده برضو من شركه كتكوت بيبي. كتكوت بيبي بتقدمه ب 25. 25 وخامات كلها مكفوله قطن بيور. حلو قوي. ودي فوط القشط. ودي فوط القشط من كتكوت. بكام بقى فوط دي؟ الواحده ب 10. الواحده ب 10 عشان لما يقصد بيقول والله يقصد حاجه كده يقصد. تمام. في ايه تاني؟ لا لسه ما كبرش بقى الحاجات الحلوه دي. ده طقم كتكوت بيبي. ايوه ده قطيفه ما شاء الله من جوه. ده يعتبر طقم اسبوع برده. طقم اسبوع. دي الكوفرته بتاعته اختي على عسل، بطانه من جوه ما شاء الله زي الفل. ده قطيفه كله، ده السالوبيت بتاعه حلو قوي. ده الجوانتي. بصوا الطاقيه دي، الطاقيه بتاعته. وفين الجوانتي؟ يا خلاصي بص الجوانتي بتاعه عامل ازاي. ده طقم خمس قطع. والوان بقى، ده كله الوان، في منه جراي الولادي والبناتي. والولادي وعندنا البستاج منه، وعندنا البيبي بلو. الله. والكافيه كل الالوان. بكام ده يا استاذ عبد الله؟ ده نزل عليه عرض من كتكوت ب 400، من 400 ل 300. من 400 ل 300. وفي ده ما احنا ما قلناش على المخده دي. دي مخدات للبيبي. تمام. دي برضو من كتكوت بيبي نزل عليها عرض ب 85 جنيه. 85 جنيه. وفي منها اشكال، في شكل الظهر الحمايه. في ده بقى ظهر حمايه ده. دي بتلبس على ظهر البيبي عشان تحميه لو وقع او حاجه زي الفل. وفي كده. ايوه. دي مخدات عاديه زي دي كده بتحط. أيوة. على ظهر البيبي. بتاعت الحمايه الدبدوب دي بكام؟ بتاعت الدبدوب دي ب 85. 85؟ تمام. حلوة قوي. في بقى حاجات بقى الامهات، دي شنطه المامي، دي شنطه البيبي. الام بتاعت البيبي. تمام. دي شنط كلها، احنا شغلنا كله يا اما كتكوت يا اما ماركات عاليه زي شيكو. ايوه. دي شنطه ليها طبعا حافظ للببرونه. أيوة. وليها الحاجات بتاعت البيبي. حلوه قوي، يعني حاجات كتكوت يا اما حاجات اللي هي شيكو طبعا الغنيه عن التعريف. بالظبط كده. ايوه تمام زي الفل. والخامات كلها مكفوله، مفيش ولا سوسته فيها بايظه ولا فيها اي حاجه. حاجه جامده بقى عشان ما تغلبش الام. بصوا يا بنات انا شفت دلوقتي بقى حاجات حلوه قوي زي كفر. دي كفر ببرونه ب 20 جنيه. ب 20 جنيه من كتكوت. حلوه قوي. وعندنا ده اللي هو بتاع الركب. دي بتاعت حمايه الركب بتاعت الطفل، بتاعت الزحف. يعني عامله 45. 45 وفي طقم باديكير كامل. تمام. بيعملوا له باديكير كمان. بكام ده؟ ده عامل 75 جنيه. 75. وفي دي عضاده. ودي عضاده بكام؟ العضاده دي ب 40. ب 40
وعندنا وفي كمان في اللي هو شفاط بتاعت الانف عشان ننضف له الانف. اه بالظبط، دي عامل 30. وفي هنا جوانتي العضاده، يعني هو بيلبسه في ايده يعض بالظبط كده، ده عامل 75. وفي معالق سيليكون وفي بلاستيك برضو تبقى على حسب الرغبه، والبزازه دي او اللي بيقولوا عليها ودي سكاته. أيوة. السكاته دي بتبقى عامله 35، وهي بتبدا معايا اسعارها من اول 10 جنيه لحد 40 جنيه. ده غير بقى الليف، يعني دي كل دي ليف اشكالها. بصوا الليفه دي 10 بقمر قوي، بس بكام مش عارف. الليفه دي عامله 35. 35 يعني بصوا كل اكسسوارات البيبي موجوده. وده في حاجات زي الانبر المسمع ده للبنات، ده وهم خارجين بقى يلبسوه للخروج بقى عندهم مناسبه ولا حاجه. ده مشمع من تحت عشان لو التسريب وكده. وبكام ده؟ وده دانتيل من فوق بيديله شكل لو لبسه. ده عامل 45. 45 دي الاكسسوارات. في كمان هنا السندات دي، مخده رقبه. دي برده مكتفوت بيبي جميله قوي، بسم الله ما شاء الله. بطانه من جوه حلوه قوي، سفنج كلها. دي عامله 40. دي عامله 40 واشكال والوان، واشكالها والوانها طبعا. وهنا بقى ده اسمه ايه؟ ده قسم الكوفرتات والبطاطين، والبطاطين بتاعه الاطفال الحلوه. بالزبط. الله ينور، بجد حاجات حلوه جدا. عايزين بقى ايه نشوف كمان الداخلي، ما شفناهوش. يلا بينا، في بقى قسم خاص كده للداخلي الاطفالي، طبعا كله قطن 100%. دخلي. دي سالوبتات طبعا من سن شهور، من زيرو، من زيرو لحد 24 شهر. ده زيرو اكيد، ده زيرو ماسكه، ده زيرو، ده زيرو. ايوه، ده نص كم. كباسيل بتاعتنا كلها مكفوله. انت بقى ولا هتقعدي تفتحي واحد؟ افتحي على طول بقلب جامد. وخامات كلها قطن بيور زي الفل. والاسعار بقى من كام؟ الاسعار بتبدا معاكي السالوبتات الكم تبقى عامله 38، والنص كم 37، والقط 36. في منها التطريز، سلوبتات كارت تطريز، حمالة مش حمالة. دي حمالة تطريز بتبقى عاملة 38. تمام. دي الخامات بتاع الكتكوت. ايوه زي الفل، كلها قط. كل التطريز، والتطريز فيها يعني مش طباعة ولا اي حاجة، ده تطريز يدوي هاند ميد. حلو قوي. دي الفنيلا كات. في حمالات وفي كات. في حمالات وفي كات. دي الحمالات ودي الحمالة ودي الكات. وكام بقى دي؟ دي عامله الكات دي عامله 25. 25 جميله قوي. والحماله دي كمان 25. 25 تمام. والكم بتاع الكم سلوبيت الكم بيبقى عامل 28. حلو قوي. والنص 27 زي الفل. هنا ايه بقى؟ قسم ايه؟ دول كده اكبر شويه. دول مثلا من اول 4 سنين. دول بيبقوا اندرات زي بوكسر. يعني داخلي برضو. داخلي لغايه 4 سنين، من اول 4 سنين لحد 12 سنه زي الفل. تمام. ده مقاساته، ده طقم كامل، ده طقم كامل. حلو. بوكسر وتيشيرت. تيشيرت. وده بكام بقى الطقم الكامل؟ الطقم الكامل عامل 95. 95 جنيه طقم كامل قطن. الله ينور عليكم. تمام. وفي مقدار ده الوان بناتي. حلو قوي. عسل. ده 4 سنين برضو؟ لا مش 4 سنين، دي مقاساته بتبدأ من 4 سنين لحد 16 سنة. لحد 16 سنة. وبكام بقى ده؟ ده ب85. 85 جنيه. تمام. ده قطن، ده قطن صافي ما شاء الله، خامة تحفة زي الفل. المكان هنا مخصص، يعني الأم اللي بتنتظر بيبي تيجي هنا هتجيب كل الحاجة بتاعتها وحاجة مضمونة. ده غير بقى سلوبتات الخروج القمر دي اللي هي بتبتدي معانا من كام مثلا بتاعت الخروج دي؟ السلوبتات الخروج بتبدا مع حضرتك من 195، اعلى حاجة خالص 250. تمام. شاكرين يا استاذ عبد الله على الجولة الحلوة دي. كنا عايزين نعرف بقى المواعيد والاجازات. انا ما عنديش اجازات، المحل مفتوح طول الاسبوع. تمام. والمواعيد بتاعتنا كل يوم من الساعة 11 لحد الساعة 11 بالليل، ما عدا يوم الجمعة بس من الساعة 12:30 لحد الساعة 12 بالليل. وفي شحن طبعا وجملة وقطاعي، في كل حاجة، ولحد باب البيت. ولو ما عجبتكش الخامة ما تستلمش، رجعها لي تاني. متشكرين يا استاذ عبد الله. على عيني، اهلا وسهلا بحضرتك.